الماتش نورمالمون 3-0 ان شاء الله. بريمير ميتون 2-0 il faut qu'il gère un petit peu la deuxième surtout le physique parce qu'il y a beaucoup d'humidité ولا دوزيام ميتون نقدر ندير لهم تروازيام بصح ما يرخفوش لي جوار لازم بلا اللي يكون شويه يزيد يشبح روحه شويه عموره مليح الكارديان لاباس ونبربي ان شاء الله دوزيام تور لمن بالماضي بالماضي ما كان ما يفرح فرح ديجا بالماضي لازم شويه لا بريسون على لي جوار تاعو وخلاص هذا ما كان وحداش هاك وحداش هاك سي ان ماتش لو ماتش يزيد 90 مينوت وان تو تري في الجيري ربي يعيشك على عزيز جالفور القوة والمناعة من قلب الكوت ديفوار شيري يرافقكم في كان الكوت ديفوار استمتع بأجواء الكان مع بلاط ليكس الشيبس رقم واحد في الجزائر يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني كادياس طريقكم نحو الكوت ديفوار رامي الذوق الأمثل في كان الكوت ديفوار تكنونورم يتمنى حظ موفق للفريق الوطني زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.